السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. الحقيقة بقى النهاردة احنا هنتكلم على موضوع من أهم المواضيع اللي بنتعلق بالكيسنج والأسمنت، ألا وهو دراسة الأسمنت بتاع حاجة اسمها لاينر. طيب إيه بقى أهمية الموضوع ده يا جماعة؟ زي ما اتفقنا إن احنا كل جوب هنتكلم عليه بالتفصيل كده. فكرة اللاينر ان هو جوب كريتيكال قوي، يعني لازم كل حاجة تتعمل صح من اول مرة، لان اي غلطة في النص فيلير على طول بيحصل في الجوب. خلاص، فتعالوا ناخد الموضوع واحدة واحدة، نفهم يعني ايه لاينر، ايه اهمية اللاينر، وبعد كده ان شاء الله ناخد جوب لحاجة واقعية بنشتغلها او جيم بلان معينة، ايه الخطوات اللي تعملها، وبعد كده في الاخر هنشوف فيديو بيشرح لنا الكلام ده كله. فأرجو إن الناس تركز معايا قوي، وكل نوت هقولها تسجلها. طيب أنا باختصار شديد يا جماعة، اللاينر ده عبارة عن إيه؟ إحنا اتفقنا إن أي كيسنج بتنزل من السيرفس لحد الكيسنج بوينت بتاعتها، خلاص، أو لحد التي دي، تمام؟ إنما اللاينر لأ، أنا باجي في آخر سيكشن مثلا على سبيل المثال، بلاقي إن أنا والله عندي دبس مثلا وليكن 15000، بقول إن أنا لو نزلت كل دي والاوبن هول مثلا بتاعي، يعني هي 15000 والاوبن هول بتاعي مثلا 3000 ادم بس، بقول ان انا لو نزلت 15000 ادم كيسنج هيبقى تكلفه عاليه قوي وانا مش محتاجها. فبقول لك ايه بقى ساعتها؟ هنزل جزء بس من المواسير اهو تحت كده، بنسميه الجزء تحت ده اللي بنسميه اللاينر بقى. يبقى انت عندك المواسير والماسوره اللي فوق اهو لحد الكيسنج شو بتاعها هنا، وبتنزل الكيسنج الثانيه اللي هي اللاينر دي، بتنزلها على حاجه اسمها بقى لاينر هانجر او على تول كده هنتكلم عليها بالتفصيل، وثم بتنزل كل الكلام ده من فوق على ايه؟ على دريل بايبس. اذا اللاينر باختصار شديد هو مواسير بتاعت كيسنج، ولكن ما بتوصلش لحد السيرفس، بتوصل لحد جزء بس منها. خلاص؟ قلنا ليه؟ عشان يوفر فلوس من ناحيه، ومن ناحيه عشان يحل لك مشاكل تانيه لو كده. طيب ده رسم مكروكي كده، ادي اللاينر اهو، واخد بالك؟ بيبقى ما بيتشال اللاينر ده عشان اسيته احطه اخليه يمسك في الكيسنج اللي قبله، فبجيب له حاجه اسمها لاينر هانجر، يعني حاجه تشيل اللاينر ده، واللاينر هانجر ده عشان يشيلها فلازم يبقى في حاجه اسمها سيتنج تول جواه. خلاص، والسيتنج تول ده بيبقى في حاجه اسمها كمان بكر عشان يعمل لي عزل، هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل المهم. طيب ماشي كده يا جماعه. طيب ناخد شويه كي بوينتس كده ناخد بالنا منها. بنقول اول حاجه وانت لما تيجي ترن الجوب ده، السنتراليزيشن از مور امبورتنت ذان ايفر ديو تو ذا ليميتد هيدروليكس. حضرتك لما تيجي ترن هول باللاينر بيبقى عندك اهو اثنين، يعني بيبقى عندك حاجه كده عامله زي التيبرد تيوبنج مثلا او التيبرد دريل بايب، انت عندك حاجه 7 انش والدريل بايب بتاعها 5 انش، فانت محتاج بيبقى صعب تعمل سنتره، فبالتالي ان احنا بننزل سنترلايزر مع اللاينر من ناحيه عشان احنا بنبقى نازلينه في اخر سيكشن اللي هو البرودكشن زون يعني، ومن ناحيه ثانيه عشان يعمل نوع من يعني من التوازن يعني، او من ان هي تعملها سنتراليزيشن بالظبط يعني. ماشي، فسنتراليزيشن يعني بتخلي الحاجه متسنتره في النص، ده فوقات الاهميه بالنسبه للجوب ده. طيب ايه تاني من الحاجات او الكي بوينتس اللي تاخد بالك منها قوي؟ ان يقول لك اللاينر هانجر ده في نوعين، في نوع ميكانيكال وفي نوع هيدروليك. احنا هكلمكم على ايه؟ انا هكلمكم النهارده عن الميكانيكال. خلاص، هكلمكم عن الميكانيكال النهارده. الحاجه الثالثه البلاجات والفلوت ايكوبمنت ديت لازم تبقى كومباتبل مع اللاينر هانجر، وبالتالي نفس الشركه اللي بتجيب كل الكلام ده بتجيبه مع بعضه في حاجه واحده. خلاص، ناخد بالنا من الكلام ده اول، لان طبعا النقاط ديت في غايه الاهميه. طيب ليه انا بنزل لاينر؟ سريعا كده نمر على النقط ديت. اول حاجه البرايم ريزون او السبب الاولاني، تو سيف ماني. بقول ان الكوست بتاع الكيسنج جوينت الواحده ممكن توصل ل 3000 دولار، فانت تخيل انت مثلا لو هتنزل ب 15000 ادم، لو هتنزل مثلا من حد السيرفيس 15000 ادم، غير لو هتنزل 3000 ادم بس، فشوف كميه الفلوس اللي هتوفرها قد ايه. تاني حاجه تو كفر ذا كورودد او دامجد كيسنج، في بعض الاحيان بتبقى في بعض الاماكن جوه الكيسنج فيها كوروجن، فبنضطر ننزل لها لاينر في الحته بتاعتها ديت علشان تعالج المشكله بتاعتها. ثالث حاجه تو كفر ذا لوس اوف سيركوليشن زون، او احنا بنسميها ترابل سام زونز،
والشيل اور بلاستيك فورميشن ده طبعا، والسولت زونز. طبعا احنا بنتكلم على الجزئيات ده اهي لو انت مش في اخر سيكشن، لو انت في السيكشن اللي في النص. احيانا مثلا بيبقى فيه هاي بريشر زون او بلاستيك فورميشن او سولت زون، فنضطر ان احنا نحفر السيكشن ده بس وبعدين ننزل له لاينر ثم نحفر السكاشن الاخرى. اذا تو كفر لوس اوف سيركيليشن زون او شيلز او سولت زون. طبعا في الديب ويلز برضو بنعمل ريج انيبل تو ليفت لونج سترينج اوف كيسنج، وبالتالي بضطر ان انا انزلها على انزلها لاينر وخلاص. ده الكلام ده في الديب ويلز. انواع اللاينر عندك زي ما قلنا، اول نوع اسمه البرودكشن لاينر، ده الموست كومن واكتر حاجه مستخدمه، ده بيوفر كتير من الفلوس يعني. تاني حاجه احيانا ممكن تنزله كسلوتد لاينر، يعني مخرم. سلوتد لاينر يعني مخرم خلاص، عشان تعمل بيه انتاج على طول او وانس ان انت سيدته يعني. طيب تاني نوع او تاني حاجه من انواع حاجه اسمها الانترميديت او الدريلنج، اللي انت بتنزله في النص، في نص السكاشن يعني، ما بتنزلوش في اخر سكشن زي ده، لا ده بتنزله ليه تو كفر ذا بروبلم زونز ان اوردر تو بي ايبل تو كونتينيو دريلنج. زي ما قلنا ده بينزل احيانا لو في عندك هاي بريشر زون ومش قادر تحكمها، فبتحفرها هي لوحدها بمض مثلا بوزن عالي، ثم بعد كده بتنزلها هي لاينر سبيشال. اخر حاجه بقى التاي باك لاينر او تاي باك لاينر كومبليشن، ده حضرتك لما تعمل لاينر ونزلت اللاينر خلاص، وبعدين بعد كده لقيت فيه ترابل زون، ترابل سام زون يعني مشكله فوق اللاينر، فتضطر ان انت تزود اللاينر بتاعك لحد ما يوصل لفوق، فدي بنسميها تاي باك لاينر، وده جوب من جوبات الورك اوفر ان شاء الله هنتكلم عليه لما نبدا في سلسله الورك اوفر. طيب نتكلم شويه عن الهاردوير بقى، شكل اللاينر زي هو نازل. ادي يا جماعه اللاينر اهو زي ما انت شايف اهو، ده المواسير عاديه خالص، مواسير كيسنج عاديه خالص، وادي الشو تراك بتاعتك العاديه جدا اهي خلاص. حضرتك الشو تراك والعاديه دي والدنيا دي كلها بتبقى هي متعلقه، واخد بالك انت بعد ما بتخلص الكيسنج بتيجي انت حاطط حاجه اسمها لاينر هانجر. اللاينر هانجر ده بيبقى مشتمل على ثلاث حاجات اساسيه خلاص. لاينر هانجر اول حاجه انه يعلق المواسير دي في قلب الكيسنج اللي قبلها عن طريق السليبسات. ثاني حاجه حاجه اسمها سيتنج تول جواها. ثالث حاجه حاجه اسمها لاينر باكر، المفروض ان هو يبقى موجود فوق ده علشان باختصار شديد لما بعد ما تسيد حضرتك تعمل سيلينج للبكر فما يليكش معاك وما يعملكش مشكله بعد كده خلاص. والكلام ده كله بقى متشال على ايه؟ على دريل بايب. طيب اللاينر هانجر ده يا جماعه بيبقى نازل على بيبقى عامل اشبه بالكروس اوفر كده يعني، عامل بيبقى من ناحيه من ناحيه البن بتاعته بيبقى نازل على 7 انش كيسنج يعني على كيسنج، والبوكس بتاعه من فوق بيبقى على دريل بايب خلاص. باخد بالنا بقى من شويه حاجات كده في البلاجات بتاعت اللاينر مختلفه كتير جدا عن البلاجات الاعتياديه. في عندك هنا حاجه اسمها طبعا دي كيسنج شو، عندك الفلوت، الفلوت شو اهي الفلوت شو، وعندك اللاندنج كولر، وطبعا هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل او في الشو تراك، لان طبعا في هنا حلقه مفقوده وهي اللي بيتحط فيها البافل بليت اللي احنا بنسميها الفلوت كولر خلاص. بيبقى عندك بقى نوعين اتنين من البلاجات، بلاجه بتبقى راكبه في اخر السيتنج تول في الجزء ده اهو اللي هي ده اهي، بيبقى محطوط لها شير بينز زي ما انت شايف هنا بالمنظر ده كده. بلاجه ثانيه بتخش جواها بتشق جواها اول ما بتبقى موجوده فوق معاك، بتحطها في السيمنت مانيفولد، ولما تيجي تعمل ديسبليس بتنزلها، فديت تنزل ترشق جوه ديت والاثنين بعد كده تشيرهم وينزلوا مع بعض لحد تحت. وده شكل اللاينر هانجر زي ما انت شايف اهو، بقول لك عليه ادي من تحت اهو بيبقى شايل الكيسنج، وهنا السليبسات اللي بترشق في الحيطه في الكيسنج اللي قبلها علشان ما تعملش اي مشكله، عشان يا رب تثبت اللاينر بتاعك وما يتحركش بعد كده. ادي اهي بنقول عليها اهو، ده اللاينر هانجر بتاعك اهو، وادي الشكل بتاعه، ادي السليبسات او الدايز اللي موجوده هنا هي نفسها اللي موجوده هنا. طيب تعالوا بقى معانا نشوف. طيب الحاجات بقى ايه بقى الحاجات المهمه جدا، انت كراجل كمباني مان مثلا لقيت اول مره في حياتك يطلعوك بريمه، لقيت نفسك داخل على جوب لاينر ما انت عارف هتعمل ايه، ايه الحاجات المهمه قوي اللي لازم انت تحضرها والريكويرمنتس اللي لازم تحضرها كتشيك ليست؟ لا دي حاجه خاصه باللاينر بس بغض النظر عن بقيه التشيك ليست لاي حاجه ثانيه للاسمنت او الكيس خلاص. اول حاجه لازم تحضر كميه الكيسنج اللي انت عايزها، سواء اذا كانت 7 انش او اذا كانت 5 انش، من اول البوتوم لحد 300 قدم above اللاست كيسنج اللي احنا بنقول عليها ايه؟ الاوفرلاب.
يبقى انت لازم تحضر كميه الكيسنج، وزي ما قلنا قبل كده بتضيف معاك 30 40 ماسوره احتياطي، اذ ربما حاجه تسن ده هتسف، حاجه تبوظ منك، الكلام ده كله تعمل حسابك على النقطه دي، حاجه اصلا سنها يكون بايظ. طيب تاني حاجه بقى الفلوت ايكوبمنت، تشيك عليها كويس ان في عندك فلوت شو وحاجه اسمها بورتد بافل بليت اللي بيبقى راكب في حاجه اسمها فلوت كولر، واللاندنج كولر اللي هي بتبقى بينزل فيها السيتنج بول والكلام ده كله. فالفلوت ايكوبمنت لازم يبقى عندك ثلاث حاجات، فلوت شو وفلوت كولر اللي بيبقى فيه بافل بليت او بورتد بافل بليت ولاندنج كولر بتبقى موجوده عندك. خلاص طيب شيك عليه تاني، الشو تراك بقى بتاعك بقى عامل ازاي؟ اهو الفلوت شو ثم بتاخد عليها جوين ثم الفلوت كولر، وبيبقى لازق فيها او ملزوق فيها البورتد بافل بليت زي ما قلت لك اهو، وهنتكلم على كل حاجه بالتفصيل. وبعد كده واحد جوينت ثم بتحط اللاندنج كولر فوقيه. خلاص كده يا جماعه؟ تقول لي طب ليه هنا مثلا هي مش حاجه اعتياديه؟ ليه مثلا مش فلوت شو وبعد كده لاندنج كولر او فلات او فلوت كولر وخلاص؟ اقول لك يا باشا ده كل ده الجوب ده سبيشال، لما تيجي تشوفه هتلاقي كل حاجه لها فايده وكل حاجه لها وقتها. ثالث حاجه لازم تحضرها يبقى عندك تو ديفرنت جريدز من دريل بايبس اس وجي، وعشان تعرف هي اس ولا جي لازم تروح عند البن بتاع الماسوره اللي هي الدريل بايب وتشوف مكتوب عليها هناك اس او جي. خلاص طيب رابع حاجه لازم تجيب بقى الراجل بتاع اللاينر هانجر او اللاينر هانجر انجينير، ويبقى معاه اللاينر هانجر اسيمبلي. بيتكون من ايه اللاينر هانجر اسيمبلي ده؟ بيتكون من اللاينر هانجر ودريل، حاجه اسمها دريلابل باك اوف بوشنج واللاينر توب باكر زي ما اتفقنا عليها كده، اللي هو اول حاجه لاينر هانجر وبعد كده السيتنج تول ثم اللاينر باكر بتاعه. طيب الحاجات برضو لازم تاكد عليها اللي هي الوايبر بلج والدارت بلج، خلاص اللي احنا قلنا عليهم البلجتين اللي بيرشقوا في بعض دول. كمان السيتنج بول الكره الصغيره اللي انت بتسيت بيها الهانجر اللاينر هانجر لازم تاكد عليها كمان. يبقى معاك اتنين لو تورك فالف، اتنين تي اي دبليو فالف او اتنين لو تورك فالف، عشان حضرتك لما تيجي تعمل التستات بتاعه السيمنت مانيفولد على السيرفس او السيمنت هيد على السيرفس قبل اي جوب لازم تتاكد ان هو سليم، فبتحتاج ان حضرتك تاخد معاك اتنين لو تورك فالف واتنين دريل بايب باب جوينتس، خلاص عشان بتركب واحده من تحت وبعدين تحط السيمنت مانيفولد وبعد كده بتحط الثانيه فوقيها عشان تبقى شايلها على التوب درايف وتعمل الجوب تعمل بعد كده التيست بتاعك عليها عادي من خلال من خلال التيست بتاعك اللي بتعمله. طيب ناخدهم واحده واحده. اول حاجه بقى نتكلم على الفلوت ايكوبمنت بالتفصيل. اول حاجه ضمن الفلوت ايكوبمنت حاجه اسمها الفلوت شو، اهي زي ما انت شايف الفلوت شو منظرها من تحت كده واخد شكل الاوفل اوفن بيضاوي كده يعني، واخد بالك، وبيبقى جواها تشيك فالف. وظيفتها ايه؟ زي ما اتفقنا ان هي بتسمح بمرور السائل في اتجاه واحد، يعني حضرتك لما تيجي تعمل الاسمنت يعدي من جوه يطلع بره، ولا تسمح بالعكس عشان ما يحصلكش يوتيوب. فدي وظيفه الفلوت شو. خلاص يبقى ايه؟ اتس شيب هيلبس تو ران هول ايزلي ان ذا اوبن هول عشان هي شكلها بيضاوي. ثالث حاجه هاز تشيك فالف تو بريفنت باك فلو اوف ذا سيمنت ان ذا كيسنج اللي هي ايه؟ اليوتيوب. خلاص تاني حاجة بقى بنسميها البورتد بافل بليد، وده بيتركب فين؟ زي ما انت شايف كده دي اسمها الفلوت كولر اهي، بيتركب عليها كده ويتثبت بالبكر لوك اهو. خلاص بيتثبت يتلزق فيها كده، ادي شكل البافل بليد اهو زي ما انت شايف هو مخرم كده. وظيفته ايه؟ وظيفته ده لما حضرتك نيجي نعمل شيرنج للبول، لما احنا طبعا نيجي عشان نسيت الهانجر فبنرمي كورة، الكورة دي بتنزل في اللاندنج كولر تقعد شويه لحد ما نسيت، وبعد كده بعد ما نسيت عايزين ايه؟ نرجع السيركوليشن مره ثانيه، فبنرفع البريشر اكتر. لما بترفع البريشر الكره دي بتتكسر، هي بتقع هي واللاندنج كولر دي، فلازم هتقع على فين؟ لازم يبقى في بورتد بافل بليت زي ما انت شايف كده، علشان ما يسمحش ان الكره دي تنزل هنا في قلب الفلوت كولر وتبوظ التشيك فالف بتاعها وهكذا. اذا ده البورتد بافل بليت زي ما انت شايف اهو، ده منظره او prevent ball from plugging the float show. تاني حاجه it's buckler locked، بنقول ان هو بيتلزق بالبكر لوك في الفلوت كولر عشان ما يتحركش. تمام كده؟ طيب
تالت حاجة بقى اللاندنج كولر، اهي ده اللاندنج كولر. خلاص عاملة ازاي؟ زي ما انت شايف كده من جوه، فيها في اللاندنج كولر دي فيها مكان للبول عشان تسيد فيه، اللي هو المكان ده اهو، لما نيجي نرمي الكرة دي من فوق هيقع تقع في المكان ده اهو. خلاص، وفي نفس الوقت فيها شير بينز اهي، واخد بالك، ماسكه الحته اللي تحت اللي هي اللاندنج دي ماسكاها، بحيث ان احنا بعد ما بنرمي الكوره ونسيت الهانجر عايزين نعمل استابليش للسيركوليشن، فبنيجي رافعين بريشر، واخد بالك، فبيجي كاسر الشير بينز ده اهي، موقعها تحت، واخد الكوره كمان نازله بيها لحد تحت. طيب ايه بقى اهميتها كمان اللاندنج كولر؟ لما تيجي تبص جواها كده، شايف انت التجويف الداخلي ده اهو بالسنان ده اهي، السنان دي اتجاهها لفوق. خلاص، ليه؟ لان حضرتك لما تيجي الوايبر بلاج في الاخر خالص اللي جواها، يعني وايبر بلاج وجواها الدارت بلاج الاثنين مع بعض، واحنا بنعمل فاينل ديسبليس، اما نيجي نعمل بامبنج للبلاج هتيجي نازله رش انا اهو، السنان بتاعتها برضو اب، فيجوا لازقين في بعض وتمنع لك ان يحصل لك باك فلو، او تمنع لك ان يحصل لك جامب فيها او اي حاجه. خلاص، هنتكلم على الكلام ده ايه بالتفصيل في وقتها. يبقى اول حاجه بروفايد السيت فور ذا بول فور هيدروليك بريشر اكتيفيتد تولز اباف. ثاني حاجه بتعمل كسيت فور ذا وايبر بلاج ديورنج ذا ديسبليسمنت اوف ذا سيمنت جوب. خلاص، قلنا ان هي مصممه من الداخل ايه بالمنظر ده. طيب تعالى بقى كمان السيتنج تول. السيتنج تول زي ما انت شايف كده بيبقى فيها جزء اهو، بيبقى ادي عندك الكيسنج اهي، وادي السيتنج تول بتاعتك اللي هي جوه اللاينر هانجر، بيبقوا مربوطين مع بعض بايه؟ بنوع كده من الرباط، يعني بنحتاج ان احنا نقعد نلف رايت هاند كده لمده مثلا 10 لفات ولا حاجه عشان تلف عكس ويحصل لها ريليز مننا. خلاص، اسمها اللاينر سيتنج تول اللي انت بتسيب بيه. وفيها برضو ايه دوج سب هنا اللي هي سنان، او بنسميها التامبنج دوجز، يعني عشان تنزل بعد كده تدي سلاك على اللاينر في الاخر خالص. ماشي، طيب اللاينر السيتنج تول دي من تحت بقى خالص زي ما انت شايف اهو، من تحتها خالص بيبقى متركب فيها عن طريق شير بنز اهو، محطوط شير بنز، وكل شير بن ده ليه بريشر معين، حاجه اسمها الوايبر بلاج. الوايبر بلاج ده حضرتك لما بترمي الدارت بلاج فوق بتيجي داخله رشقه جواها، لما ترشق جواها بترفع البريشر تكسر الشير بنز دي، والاثنين يتحرروا مع بعض وينزل لك يعمل لك التوتال ديسبليس للاسمنت اللي موجود عندك في قلب الايه في قلب الكيسنج بتاعك. تمام كده يا جماعه؟ دي مقارنه ما بين الدارت بلاج اهو الشكلين دولت والبوتوم بلاج. طيب ناخدهم واحده واحده. الدارت بلاج زي ما انت شايف كده، ده منظرها كده عامله زي السهم، بتبقى موجوده من تحت اهو، فيها حلقه معدنيه مشطوفه اهي، مقطوعه زي ما انت شايف من هنا كده، فيها السنان بتاعتها اتجاهها اب اهو. ليه بقى حضرتك؟ عشان السنان اللي اتجاهها اب دي لما تنزل الدارت بلاج دي ترشق جوه الوايبر بلاج ده اهي، هي من جوه الوايبر بلاج دي من جواها فيها ريسيس، يعني او مانيوم، يعني او حته قاعده بتنام فيها، ليها نفس الشكل ده اهو بالظبط. فيقوم ايه اللي يحصل اول ما الدارت بلاج دي ما تنزل تحت اهو، نازله رشقه ما تعرفش تطلع بقى، الحلقه ما بتسمحش انها تطلع، خليها تطلع خالص، تنزل ترشق جوه اهو. انت حضرتك لما ترفع بريشر تلاقي البريشر بتاعك يكسر لك الشير بينز ده اهي، وانس ان الشير بينز اتكسرت تلاقي الوايبر بلاج دي اتحررت وجواها الدارت بلاج، والاثنين يمشوا مع بعض جوه الكيسنج او جوه ال 7 انش لاينر لحد ما ينزلوا ونعمل بامبنج للبلاج. طيب ده منظرها من ايه؟ من فوق. طب لو عكسنا وقلبناها بقى، ركز كده، الحته ديت هي نفس دي، ديت هي دي، لو قلبناها بقى من تحت اللي هي البوتوم بلاج ديت، يعني هتلاقي برده نفس الشكل هنا، فيها مجموعه اسنان اهي برضه نفس الشيء اتجاهها لتحت، خد بالك اتجاهها يا رب لتحت، فتمنع الايه الطلوع لفوق. برضه الحلقه بتاعتها ايه مشطوفه زي ما انت شايف او مقطوعه اهي، بحيث ان دي بتبات فين؟ في اللاندنج كولر اهو، بتبات في السنان ده اهي. خلاص، وبالتالي تعمل بامبنج للبلاج. ماشي كده يا شباب؟ طيب ناخد دارت بلاج زي ما اتفقنا اهو، الدارت بلاج اتس دروبد فروم ذا سيمنت هيد، يبقى اذا هي بتبقى محطوطه جوه السيمنت هيد. خلاص، اول ما بتلود الجوب بتاعك خالص. تو ديسبليس السيمنت، ماشي؟ ات لاتشز ذا بوتوم بلاج، بيحصل لها لاتش في البوتوم بلاج،
وبعدين has non-return threads. دي اسمها non-return threads اهي. has non-return threads to avoid slippage from bottom plug. خلاص؟ اوكي. طيب البوتوم بلاج بقى بتاعتك اللي هي دي ها مالها؟ زي ما اتفقنا it is installed on the rig floor ها in the liner hanger sitting tool. بتبقى محطوطه في اللاينر هانجر سيتنج تول من تحت، محطوطه بايه؟ بشير بنز. ادي الشير بنز اهي، وكل واحده فيهم لها بريشر معين، يقول لك دي تستحمل مثلا لحد 900 بي اس اي او كذا او هكذا. يبقى المجموع التوتال مثلا هم اربعه، اضرب 900 في اربعه يبقى 3600 مثلا يعني. افتر الدارت بلاج، لما الدارت بلاج فيها مكان كده جواها بيسمح ان الدارت بلاج يحصل لها لاتش جواها. لما الدارت بلاج اللي فاتت دي بيحصل لها اللي تعمل لاتش جواها، البريشر بيرتفع وبالتالي البنز ده اهي بتشير، وبالتالي نبدا عمليه الديسبليس على طول. هاز نون ريتيرن ثريدز برضو اهي، فيها نون ريتيرن ثريدز اهي زي ما اتفقنا، تو افويد سليبج فروم اللاندنج كولر اثناء ما انت بتعمل بامبنج للبلاج. خلاص ادي اللاندنج كولر اهو زي ما اتفقنا، ادي الثريدز اهي، وادي المكان اللي بتبات فيه اهو. خلاص يا شباب تمام. في بقى كريتيكال بروبلمز في اللاينر جوب. ايه بقى الكريتيكال بروبلم بقى؟ لازم حضرتك تعمل ريكورد للبيك اب والسلاك اوف ويت للكيسنج. خلاص يبقى انت بعد ما تجمع مجموعه الكيسنج وتاخد اللاينر هانجر كده تشوف البيك اب ويت بتاعك كام. طيب تاني حاجه لازم تعمل ريكورد وبيك اب للدريل بايبس بتاعتك والبايونسي فاكتور. خلاص ان انت بتجمع الاثنين وتطرح منهم ايه اللي فوق فيديك الدريل بايب كام. هتقول لي ايه اهميه الكلام ده؟ اقول لك الكلام ده انت لازم تركز فيه قوي قوي قوي، لان الجوب لما بيمشي بيمشي بخطوات. انا اول حاجه مثلا بسيت اللاينر، خلاص فبسيت اللاينر فالوزن بتاع اللاينر وقع مني، ما بقتش شايف غير وزن الدريل بايب. خلاص وبعدين بعد ما حرر السيتنج تول ما بقاش معايا غير الدريل بايب بس. تمام كده يا جماعه؟ فلازم ابقى عارف بالظبط عشان ابقى مراعي خطواتي بالظبط. الكالكوليشن بتاع السيمنت فوليوم، المفروض الاسمنت يبقى قد ايه بالظبط؟ المفروض ان هو بيغطي لك الاوفرلاب بس ما يزيدش قوي فوقيها، يعني ما يبقاش فوق اكتر عشان ما يعملش مشكله. اللاينر هانجر بروبلمز ديورنج رانين هول، يعني مثلا حضرتك اثناء ما انت رانين هول الهول قفلت عليك ولا اي حاجه، هتتصرف ازاي ومعاك لاينر هانجر؟ هتلف يمين ولا شمال وممكن يسايت منك مشاكل كتير قوي ممكن تتعرض لها، فلازم تبقى واخد في اعتبارك ان اي مشكله تنبه ان انت المودن اللاينر هانجر انجينير يبقى جنبك على طول عشان تعرف تحلها. الريليزنج تول، بعض الحاجات في الريليزنج تول ممكن ما تبقاش واضحه. الاستروكات بتاعت البامب ممكن ما تبقاش مظبوطه، فتلاقي حاجات مثلا حصل ريليز قبل ما تعملها ما عرفتش تراقب البريشر، فلازم تبقى انت مهندل كل الكلام ده ومظبطه، بريشراتك مظبوطه، عداداتك مظبوطه، تكون عملت فانكشن تيست او عملت افشنسي تيست للبامب قبلها وعارف انت كام ستروك بيدوك كام برميل، الكلام ده كله. تاني حاجه او حاجه كمان تحسبها، لو انت بتنزله في هوريزونتال ويل او انت في دايركشنال ويل مثلا او هتنزله في هوريزونتال ويل، بيبقى في حاجه اسمها فلوتيشن فورس، يعني حضرتك البتاع ده نازل والاسمنت لما بينزل ده وزنه اتقل من الطفله فبيرفعه لفوق، فلازم حضرتك بتحط عليها amount of slack of weight required. How about the amount of slack of weight required for setting liner in horizontal well؟ احيانا بتضطر ساعتها ما تنزلش بدريل بايب بقى، بتنزل بهيفي ويت، احيانا بتنزل بهيفي ويت دريل بايب في نقطه زي كده. خلاص؟ طبعا برضو قلنا accurate stroke number for each stage اللي هي بنسميها البامب efficiency. طيب خلينا نتكلم على هاو تو ران ذا لاينر النهارده، وان شاء الله المحاضره الجايه نتكلم على ازاي تسيته وازاي تعمل. طيب ايه هي البروسيجرز واخد بالك اللي انت بتاخدها علشان ترانن هول باللاينر؟ اول حاجه حضرتك هترفع السيمنت مانيفولد، بيك اب اند ميك اب السيمنت مانيفولد اسمبلي اب تو ذا بوتوم از فولوز. هتاخد 10 ادم باب جوينت اللي احنا حكينا عليها، وبعدين لو تورك فالف، وبعدين سيمنت هيد بتاعك اللي احنا بنقول عليه، وبعد كده بتاخد سنجل 5 انش تايب سي تايب اس اللي احنا بنقول باب جوينت رقم 2، وبعد كده بتاخد اللي هو تي اي دبليو رقم 2. يبقى كل الحاجه اللي احنا حكينا عليها في الاول ريكويرمنتس اللي انت بتحتاجها عشان تعمل التيست، ادي اول واحد.
قلت له طب انا ليه بعمل التيست مفرط كده في الاول؟ اقول لك علشان حضرتك تتاكد ان الجوب بتاعك سليم ما فيهوش مشكله. تاني حاجه هنعمل فلاش ذا اسمبلي وذ مد، خلاص، وبعدين كلوز التي اي دبليو فالف بريشر سيتنج بريشر تيست سيم اب تو 4000. يبقى انت بتعمل فلاش الاسمبلي بالمد وبعد كده بتقفل التي اي دبليو اللي هو البلف ده وتعمل بريشر تيست لحد 4000 عشان تتاكد ان هو تمام. بعد كده بتعمل لاي داون للفالف او اللو تورك فالف وتعمل لاي داون للسيمنت هيد اسمبلي، يبقى انت كده ايه اتاكدت ان هو سليم قبل ما ترن هو. طيب ثم بعد كده تعمل ايه بقى؟ نجمع الشو تراك ونعمل لها بكر لوك. نجمع الشو تراك ونعمل لها البكر لوك بتاعها. طب هتجمعها ازاي؟ اول حاجه 7 لو انت بتنزل مثلا 7 انش لاينر يبقى 7 انش فلوت شو، بعديها 1 كيسنج جوينت، ثم بعد كده الفلوت كولر وبتحط فيها البافل بليت وتلزقه فيها، وبعد كده بتاخد كيسنج جوينت ثم بتحط اللاندنج كولر بتاعتك، خلاص. طيب بعد كده حضرتك المفروض والحاجات دي على الارض بتكون مشايك على تعمل لها هايدرو تيست للفلوت اكوبمنت، يبقى تشيك ذا فلوت وركينج اوكي، وتشيك على الثريد لوك لكل الفلوت اكوبمنت ان هي موجوده عندك، ده اكوردنجلي كومباني مان طبعا بيدي الانستراكشنز دي. ثم بعد كده حضرتك تعمل ايه؟ تعمل بقى ستارت رانن هول بال 7 انش لاينر. ننزل باللاينر بتاعنا بقى، هتجمع اللاينر بتاعك شوف عدد المواسير اللي هتنزل بقى قد ايه، وبعدين حضرتك اهو تاخد في اعتبارك بقى ان انت فيل اب كيسنج وذ مد افري 1 كيسنج جوينت، واستخدم السيفتي كلامب لاول 20 جوينت عشان طبعا بقى الوزن خفيف فممكن يحصل سليب منك من على السليبس يعني، خلاص. فلازم تاخد في اعتبارك النقطه دي ان انت تستخدم السيفتي كلامب for the first 20 joints then fill up a every 5 joints، يبقى انت تقعد تعبي كل joint لمده 20 وبعد كده كل خمسه وانت نازل عشان ما يحصلش فيلير للفلوت equipment. بعد ما نزلت بالكميه اللي انت عايزها من ال 7 انش كيسنج بقى او اللاينر يعني هتعمل ايه؟ هتعمل حاجه اسمها لاينر هانجر هتجمعه. بيجي بقى معاك اللاينر انجينير وهو اللي بيجمعه، فانت تاخد بيك اب وميك اب 7 انش لاينر هانجر وتعمل انستول للال دبليو بي سي اللي هي السيتنج تول بتاعتك، وبعدين بتملى اللاينر هانجر بايه؟ بهاي فيس. ليه بقى بملاها بهاي فيس يا جماعه؟ وفي بعض الاحيان تانية ممكن تملاها بهاي ويتد بيل، خد بالك من الفرق بين الاثنين هنتكلم عليه بس بعدين. فاملاها امتى بالهاي فيس؟ املاها بالهاي فيس تو افويد اني ديبريز اوف كاتنج فروم سيتلينج، عشان ما يبقاش في ديبريز ولا اي حاجه. طبعا انت عندك مواسير قديمه ومواسير حتى لو هي بريميوم دي اجواها ريش وصدى، فممكن الصدى ده كله يتجمع لك على السيتنج تول، تيجي حضرتك ترمي الكوره تلاقي الدنيا مبلجه وتلاقي الدنيا مشكله ما تعرفش تعمل الجوب بتاعك. فتو افويد اني ديبريز اوف اور كاتنج فروم سيتلينج اند ميك فيلير ان ذا لاينر هانجر سيتنج تول، يبقى انت بتحط لها بعض الهاي فيز. بعض الاحيان الثانيه مود انجينير بيطلبوا منه انه يحط هاي ويتد بيل خلاص جواها. ليه؟ حضرتك مثلا الكلام ده ممكن يكون هوريزونتال ويل عشان يدي نوع من السلاك مثلا عليها او يقلل شويه من السلاك اللي هتضيفه. والله مثلا حاجه ثانيه ممكن مثلا في اللهم صل على محمد، ممكن في اسمه ده لحظه واحده اللي هو الهاي ويت. يبقى اول حاجه لو انت هوريزونتال، ثاني حاجه هنتكلم عليها لحظه بس. تاني حاجه ان انت عندك السليبس سيتنج دي بتبقى داون، خلاص ان السليبس سيتنج بتبقى بتاعتك بتبقى داون، وبالتالي لما هي داون فبتحتاج ان انت يبقى عندك هيفي مود ويت عشان تحافظ عليها ان هي ما تنطش يعني او تحصل لها اي حاجه، خلاص. طيب بعد كده يا جماعه اهو يبقى جوب بروسيدر تو رن هول، لسه احنا بنرن هول اهو. بعد ما جمعنا اللاينر هانجر هنعمل ايه؟ نعمل بيك اب وميك اب، يعني نجمع الفيرست دبل دريل بايب، هنجمع ماسورتين دريل بايب ونعمل سيركوليشن مره ونص من لاينر فوليوم،
خلاص مره ونص ده يطلعوا زي ما يطلعوا، وليكن مثلا 230 برميل. وبعدين عشان اشيك ان الباك اوف انتجريتي كله تمام، البير ما قفلش عليا، الدنيا تمام، وبعمل بس بعمل السيركوليشن دي بديفرنت فلو ريتس، واسجل البريشرز بتاعتي، يعني اعملها مثلا على 2 و3 و4 و5 و6 برميل. خلاص دونت اكسيد عن 6 برميل بير مينت، 6 بير مينت، وعن 1200 بي اس اي، عشان ما يحصلكش ان في حاجه تسيت معاك. وبعد ما اعملهم بعمل ايه؟ بسجل حاجه اسمها البيك اب والسلاك اوف ويت، وحاجه اسمها الاسترتش، وبعدين باخد الاسترتش. خلاص باخد الاسترتش عشان ابقى عارف حساباتي. تقول لي الاسترتش فايدته ايه؟ اقول لك حضرتك الاسترتش ده علشان حضرتك ما تتهيكش بدري ويحصل لك مشكله. خلاص فتاخد ايه في اعتباراتك الكلام ده كله. طيب بعد كده بعمل ايه بقى؟ بقول اهو ستارت ران هول وذ 7 انش لاينر هانجر على 5 انش دريل بايب دريفتد. وزي ما قلنا بتنزل الاول بجريد جي وبعدين فوقيها بجريد اس. ليه؟ لان جريد اس طبعا اعلى، وبالتالي التنسال سترينث بتاعه اعلى. طبعا هنا جريد جي 105 واس 135 يعني، واخد بالك انت؟ لا وانا انزل بيهم لحد التي دي، بس طبعا الاس يبقى فوق عشان لما احب اشد ولا اعمل اي حاجه، لو قدر الله حاجه استقت ولا حاجه. طبعا ما بعرف بالظبط هنزل بكام ماسوره من ده وكم ماسوره من ده. طيب بعد كده بقى بعمل ايه؟ فيل اب للسترنج وذ ماد افري 10 ستاند. ثم بقى عند الكيسنج شو، عند الكيسنج شو، اول كده ما اوصل عند الكيسنج شو خلاص بعمل ايه؟ يعني مقصود الكلام ان ما انزل عند الكيسنج شو بعمل ايه؟ ها بسجل، بعمل ريكورد للبيك اب ويت والسلاك اوف ويت قبلها. يبقى عندي كيسنج شو لازم اسجل البيك اب ويت والسلاك اوف ويت بتاعي كام، والفري تورك كام، والاستريتش كام، والبريك سيركوليشن بيحصل كل ده تحت تاثير الراجل بتاع اللاينر هانجر انجينير يعني. طيب لا قدر الله وانت نازل بالحاجات دي بقى في الاوبن هول، في الاوبن هول لو في اي اوبستراكشن حصل لك تعمل ايه؟ تعليماتنا هو بتبقى دايما ووش داون، يعني خد البامب معاك اند خد سلاك اوف ويت 30 كيلو باوند ماكسيمم، غير كده نادي للراجل بتاع الانجينير بتاع الانجينير بتاع اللاينر. لان طبعا في كتير من الاحيان الناس ما بتعرفش تنزل اللاينر للاخر، فتضطر تستك طبعا، فاضطر يسيته في مكانه بقى، ونشوف الجوب يعني بيمشي ازاي. خلاص ووش داون لاست تو ستاند، خلاص اخر اتنين ستاند بتاخدهم ووش وانت نازل خلاص عشان تعرف تايك كويس. بعد كده بقى بتعمل ايه؟ بيك اب للسيمنت مانيفولد اسمبلي، بتعمل ووش داون تو ذا بوتوم، وتتيج على البوتوم بتاعتك ب 10 ل 15 كي. ثم بتعمل بقى بيك اب لللاينر هانجر اوف بوتوم، واخد بالك انت؟ وبتعمل اوف بوتوم كده تطلع بوتوم تو ذا سيتنج ديبس، السيتنج ديبس انت هتسيت عنده. وبعدين بتعمل سيركوليت للبوتوم، بتعمل سيركوليشن بوتوم اب، يعني ايه؟ يعني بتتاكد ان البير تمام ومتنظف وكله تمام. ماكسيمم بتاعك بيبقى 4 بارل بير مينت، والماكسيمم ب 1200 بي اس اي. كده احنا ايه؟ احنا كده عرفنا ازاي ننزل اللاينر خلاص، وعرفنا كل التولز ايه بتاعته كانت عامله ازاي. ماشي كده يا شباب؟ هكتفي انا في المحاضره دي النهارده بالجزئيه ديت، وان شاء الله هنتكلم على الجزئيه الاخرى في المحاضره القادمه، ازاي تعمل جوب الاسمنت بتاع اللاينر. بشكركم جدا يا جماعه، واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.